نيجي هسه الموضوع البارالل كومبنسيتور. طبعا من شكل الدائره مبين انه هو بارالل، ومنطينا ديزايند ديزارد زيتا 0.4. ف اول شيء نجي نطلع الاوبن لوب مال السيستم ككل، فهذا وهذا فيدباك مضروبين في هذا مضروبين في الواحد مال هذا، فتطلع لنا هاي المعادله. هاي المعادله ناخذ لك كلوز لوب اللي هي فيدباك ناخذ لها، طلعت هاي المعادله. زين، اول خطوه راح نسويها بالبارالل شنو؟ ناخذ الكاركترستيك اكويشن اللي هي هذه، راح نرتبها كل الحدود اللي بدون كي نخليهم واحد، والحدود اللي بيها كي نخليها واحد. فهنا عندنا هاي العشرين كي، هذا الحد الوحيد البي كي، وهنا عندنا اس تكعيب 5 اس تربيع 4 اس زائدا 20. ايش راح نسوي؟ هذه الحدود اللي ما بيها كي راح نقسمها على كل المعادله. فمثلا بهذا القوس هنا راح يختصر، بينما ال 20 كي اس راح تصير على قيمة القوس وهنا يساوي صفر. صارت عندنا هنا اختصرناهم، فصارت عندنا المعادلة بهذا الشكل. طلعنا البولات مال السيستم، فشغلنا حيكون على هذا الجزء فقط، نعوف الواحد نعوف الصفر، شغلنا حيكون على هذا السيستم. زين، هاي الخطوة الأولى رتبنا المعادلة بهذا الشكل. الخطوة الثانية ايش راح نسوي؟ نرسم هذا السيستم، نعوف الواحد قلنا ما علينا به، سيستمنا الجديد هو هذا. فراح نرسم هذا السيستم بالماتلاب، نرسم له روت لوكس. قيمة الجين ما راح ناخذها، فمجرد ناخذ الاس على البولات، نرسم الروت لوكس. وعند رسمة الروت لوكس هي حتطلع هذه. فعند الديزايرد زيتا 0.4 راح نشوف انه اكو نقطتين، نقطة هنا ونقطة هنا. طبعا مو شرط نقطتين، مرات نقطة واحدة نلقي، المهم نقطة او نقطتين. فراح نلاحظ انه عندنا نقطتين راح يحققون قيمة الزيتا، واحدة راح تكون عند هذا البول، واحدة راح تكون عند هذا البول. فهذا يعتبر desired closed loop pools 1، وهذا desired closed loop pool 2. فالخطوة اللي بعدها من الماتلاب اخذنا ذولا قيم البولات. الخطوة اللي بعدها نوجد gain عند كل pool. فالجين الاول السيستم مالنا مقلوب اللي هو هذا، طبعا انا اريد اوجد الكي العشرين معلومة، فبقيتها هنا، مجرد هاي الكي بقيتها والمعادلة كلها حولتها على هالطرف. اوكي، بالملزمة شلون محلولة؟ العشرين كي بهالطرف هو فرضها كي كلية، طلع ناتجها وبعدين رجع قسمها على 20. فاحنا هنا مباشرة نطلع ونقسم على 20. اوكي، فهي حتى تطلع لنا قيمة هاي مباشرة. زين، طلعنا هاي المعادلة، راح نعوض البولات الاولى. البول الاول راح ناخذ الموجب، فديزايرد كلوز لوب بول طلعنا الكي 1 اللي هي هاي القيمة. الكي 2 نعوض ديزايرد كلوز لوب بول 2 وتطلع لنا هاي القيم من كل قوس، تطلع لنا الجين النهائية هذه. وش اسمه، راح نعوضها بهاي المعادلة، هاي الكي نعوضها بمكان الكي، تنضرب في العشرين طبعا، وناخذ لها كلوز لوب واوبن لوب، ونشوف شنو اللي يحتاجه بالسيستم. يعني احنا عندنا قيمتين جين طلعنا بيهم الزيتا، مثلا راد اوفر شوت معين، عند فلان جين واحد راح نحصل على اوفر شوت، وعند جين تو راح نحصل على اوفر شوت غير شكل. فيجوز واحد منهم راح يحقق شرط الاوفر شوت اللي من طيب السؤال، او مثلا سيتلينج تايم وهكذا. فمبدئيا بالسؤال عندنا فقط الديزايرد زيتا، طلعنا كي 1 وكي 2 وخلص السؤال. فهي ثلاث خطوات، الاوبن لوب كلوز لوب هاي ما تعتبر خطوه مثل بسم الله هذه. اول خطوه هنا رتبنا معادلتنا بهاي الصيغه، ثاني خطوة طلعنا البولات من الماتلاب، ثالث خطوة وجدنا الجين عند كل بول، وانتهى الحل.